ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم هنعرف فيه حقيقة تعب سندريلا غزل، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. والحقيقة غزل كانت في التصوير وفجأة سخنت جدا وتعبت ومكانتش قادرة تقف، وهنطمن عليها من الدكتور. بعد الشر عليكي يا غزولة، ان شاء الله الدكتور هيطمنا وترجعي تبي احسن ان شاء الله. غزل راحت مع يزن للدكتور، واللي وديها هو عبدالله والدها. غزل وهي في الطريق كانت عاوزة تركب توك توك لانها معتقدة انه هيوصلها بسرعة، ويزن كان عاوز يركبها تاكسي. ودلوقتي غزل راحت المستشفى عشان تكشف. غزل كانت عاوزة تصور داخل العيادة لكن الدكتورة قالت ممنوع. ياريت دلوقتي ننزل في الكومنتات وندعي لسندريلا غزل ربنا يشفيها ويجيبها لنا بالسلامة. وهنا السندريلا غزل كانت بتشتري الدواء من الصيدلية، ودلوقتي غزل بقت في بيتها وآية أحلى كانت بتطمن عليها. غزولة كانت زعلانة جدا عشان الدكتور مدهاش حقنة عشان تخف بسرعة، لكن هي مش تعبانة قوي الحمد لله، هي زورها وجعها شوية بسبب الحاجات الساقعة، وكمان عندها برد خفيف بسبب تغيير الجو. وطبعا كلنا عارفين الجو في اسكندرية دلوقتي صعب جدا. وهنا السندريلا غزل كانت بتاخد العلاج، وده دواء السخونية بتاع غزل. ايه احلى حكت ان غزل وهي صغيرة كانت بتشربه من وراها، وتقريبا كان عندها سنة ونص. وهنا غزل كانت بتاخد الدواء وكان طعمه وحش جدا. معلش يا غزولة عشان تخفي وتبقي كويسة لازم تاخدي الدواء. وطبعا هنا كانت بتعمل ايه المضاد الحيوي لغزولة، ربنا يجعله بالشفاء ويقومها بالسلامة. غزل كانت مخضوضة جدا من الحقنة بتاعت المضاد الحيوي اللي هتشربها. في الأخير نحب ندعي لسندريلا غزل ربنا يتم شفاها على خير. وكده وصلنا لآخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم، هو ظهرت صورة لبيبي مكة في الفيديو في الدقيقة الكام؟ شوفولي الآخر عشان تعرفوا تحلوا السؤال وكملوا الفيديو معانا، وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. عاوزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات وانتوا قدها يا أجمل جيش. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.